العملة هي مرآة للاقتصاد، هي مرآة للاقتصاد، والعملة الجزائرية ليس كما يصور كما يقولوا يقوم البعض بتصويرها بأنها في طور انهيار، لا، إنها في طور استعادة عافيتها. تلكم الرواية الرسمية الصادرة عن وزير المالية الذي يزكي الدينار ويسقط عنه صفة الانهيار في أسواق صرف العملات، فيما تؤكد أغلب التقارير أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ أزيد من 6 سنوات بتراجع أسعار برميل النفط كان انعكاسها واضحا على الدينار الجزائري. قيمة الدينار ما تقدرش أي إنسان يتكلم على قيمة الدينار ترتفع أو تنخفض إلا الاقتصاد. الاقتصاد هو اللي يمد القيمة الحقيقية للدينار تاعك. اقتصاد قوي دينار قوي، اقتصاد ضعيف دينار ضعيف، اقتصاد في أزمة الدينار تاعه يكون في أزمة. اليوم الاقتصاد تاعنا اقتصاد ريعي، اقتصاد غير متنوع، ربما وزير المالية يتكلم على المداخل الإضافية اللي يعني ناتجة عن ارتفاع قيمة سعر البترول اللي ربما رايح يوفر للدولة والحكومة مداخل إضافية من العملة الصعبة من الجباية البترولية. ليس هذا فحسب، بل حتى القدرة الشرائية للمواطن تكبدت خسائر كبيرة بتراجع الدينار، ولعل الارتفاع الجنوني لبعض أسعار المواد الواسعة الاستهلاك لا أكبر دليل على ذلك. القدرة الشرائية تاع المواطن راحت ب 60%، لأن كما يقول لك منذ سنة وما يخفضوا في الدينار، حتى مؤخرا زادوا في قانون المالية التكميلي زادوا خفضوه ب 5%، وهذا ضر كثيرا الطبقه المتوسطه والفقيره، حتى الطبقه العليا تاع الجزائر ضرت. لماذا؟ لان الاسعار كلها زادت. تعد السلطه في الجزائر باطلاق ورشات اصلاحيه كثيره على كافه الاصعده، وتطفو فيها الملفات الاقتصادية إلى سطح الأولويات، واستعادة الدينار لقيمته حسب خبراء يمثل القاعدة الصلبة لانطلاقة اقتصادية حقيقية.